مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم، شو عاملين؟ كيف دراستكم؟ كيف دوامكم؟ اشتقتوا لي يا أصدقائي، احكوا لي كيفكم مع فايولت؟ حبيت القصة اللي حكت لكم إياها ولا لا؟ فايولت كتير حبتكم وكتير انبسطت معاكم بالفيديو الماضي، وعم بجهز لكم فيديو كتير حلو وقصته كتير حلوة، وعندها لكم مفاجآت كتير حلوة كمان. فاستنوا فيديوهات فايولت زي ما هي عم تستنى بفارغ صبرها إنها تيجي تحكي معاكم وتتعرف عليكم أكثر وأكثر، تقرب منكم يا أصدقائي. اليوم رح نحكي قصة مختلفة ومميزة، لأنه أنا تعلمت منها شغلات حلوة كتير وكان في عندي تحديات كبيرة فيها. تعالوا مع بعض أعرفكم على العيلة الحلوة كتير اللي انبسطت لأني تعرفت عليها، ونشوف مع بعض شو القصة وشو الشغلات اللي تعلمناها مع بعض إحنا وهاي العيلة. قصة اليوم عن عيلة مكونة من 5 أشخاص مميزين، لأنه هدول 5 أشخاص بيهتموا بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها. عنا أم وبناتها، أول بنت اسمها ماندي وهي دكتورة جامعية مختصة في علوم البيئة، اختارت هالتخصص عشان تقدر تنشر التوعية بأهمية البيئة. تاني بنت اسمها جوي، جوي بنت اجتماعية كتير وعندها عدد متابعين كبير. استغلت جوي مهاراتها الاجتماعية عشان توصل لمتابعينها أفكار عن مشاكل البيئة وكيف يحافظوا عليها، وتنظم رحلات تطوعية معهم. أمهم لوريل هي مدربة حياتية بتساعد الأشخاص يتخلصوا من همومهم ومشاكلهم بأنها تعالجهم بالطبيعة عشان تأكد على أهمية البيئة والحفاظ على البيئة، لأنه الحفاظ على البيئة كمان بيساعد البشر وبيأثر على نفسياتهم. في عنا الجدة باولا، الجدة باولا هي شيف للأكل النباتي، بتساعد الأشخاص اللي عندهم مشاكل مع الوزن بأنها بتعملهم برامج غذائية صحية ومفيدة ونباتية. كمان بتساعد الأشخاص اللي عندهم مشاكل وأمراض بأنها تعملهم حمية نباتية كمان، مش لأنها ضد أكل اللحوم، بس لأنها بتحب تساعد الأشخاص النباتيين يلاقوا وصفات سهلة وغير مكلفة بنفس الوقت. آخر شيء في عنا الجد مالكوم اللي بيكون عالم بيئة وأحد المشرفين على أكبر مشاريع التخضير بمدينة سمز وأكبر مساهم بمشاريع صديقة للبيئة. هاي العيلة اختارت إنها تنتقل لتعيش في مدينة إيفرغرين هاربر، لأنه زي ما بتعرفوا يا أصدقائي هالمدينة بتعاني من التلوث وبحالة خطيرة بحاجة لحدا ينقذها. الجد مالكوم كونه زي ما حكينا عالم بيئي ومساهم في تخضير البيئة، قرر انه يبدأ بحاله وبعيلته وانتقلوا على المدينة. اخذوا شقة صغيرة موجودة هناك تركوها الناس اللي كانوا عايشين فيها بسبب التلوث البيئي، ففكر الجد مالكوم انه يعيد تصميم البيت بحيث انه يكون بيت صديق للبيئة بس بأقل التكاليف وأبسط الطرق اللي موجودة، عشان يشجع باقي الناس اللي حواليه بانهم يعملوا مثله ويقدروا ينقذوا المدينة من التلوث والأمراض اللي عم تنتشر فيها. حب العيلة للبيئة سببه الأساسي هو الجد مالكوم، لأنه ربى أولاده وأحفاده بوعي كبير لأهمية البيئة وكيف أي ضرر بتسبب في الإنسان للبيئة رح يعود عليه وعلى المخلوقات المسكينة البريئة اللي عايشة في هاي البيئة، مثل الحيوانات، الطيور، النباتات، والبحار والمحيطات والغلاف الجوي والكائنات اللي بتعيش في البحار والمحيطات والأنهار. لما كبروا بناته وأحفاده وعادوا يكونوا فريق متكامل بيساعدوا على الحفاظ على البيئة، كل واحد منهم اشتغل واستثمر مهنته وموهبته وعلاقاته الاجتماعية عشان ينشروا الوعي والرسالة الكبيرة اللي هي مسؤولية اجتماعية للحفاظ على البيئة. لما ناداني الجد وحكالي عن الفكرة، أنا وفايولت كتير انبسطنا وكتير تحمسنا، بس بنفس الوقت خفنا لأنه هاي مسؤولية كبيرة علينا وشغلة جديدة أول مرة نفكر إنه نعملها، أو يعني مشروع جديد عم نصممه أنا وفايولت لأول مرة. وكوني أنا وفايولت ما عندنا كتير معلومات عن موضوع البيوت المصديقة للبيئة، رحنا بدينا نعمل أبحاث ودراسات
وطبعا ساعدنا الجد مالكم بكتير معلومات وكتير شغلات، واكتشفنا كتير شغلات حلوة يا أصدقائي، وتعلمنا كتير شغلات جديدة. فكانت هاي بداية فرصة جديدة لفايولت ولافندر إنهم يتجهوا لأشياء جديدة في المستقبل، منها البيوت المصادقة للبيئة أو البيوت الصديقة للبيئة. بدأنا أنا وفايولت نعمل خطط مع العيلة ونشوف إيش الشغلات المطلوبة منا. الاتفاق كان إنه نصمم البيت وبس نخلص التصميم رح تشاركوا جوي مع متابعينها ونفتح لايف أنا وفايولت والجد مالكم وعيلته اللطيفة. بهذا اللايف عرفنا متابعين جوي على أهمية البيئة وعلى أهمية البيوت المصادقة للبيئة وشو تأثيرها على البيئة، وشو المواد اللي استخدمناها في تصميم البيت، وشو المواد النافعة والضارة، شو المواد المستدامة وشو المواد العادية، وكمان عرفناهم على المواد اللي معاد تصنيعها، وحكينا شوي عن عملية التصنيع لهاي المواد. كان اللايف ناجح كتير كتير، والناس حبت الفكرة كتير وتشجعت، وصار أهل مدينة إيفر جرين هاربر والمدن المجاورة كلهم بدهم يحولوا بيوتهم لبيوت صديقة للبيئة. وطبعا أنا وفايولت بطلنا نلحق نرد على تليفوناتنا من كمية كبيرة من الناس اللي طلبوا منا نصمم بيوتهم. فلا تستغربوا يا أصدقائي إذا رجعنا لكم أنا وفايولت بسلسلة جديدة لتجديد بيوت أهل مدينة إيفر جرين هاربر لتصير بيوت صديقة للبيئة. رح أحكي لكم شوي عن الغرف اللي صممناهم. طبعا الشقة زي ما أنتم شايفين مساحتها بسيطة، وحاولنا أنه توسع العيلة الكبيرة اللي مكونة من 5 أشخاص بنفس الوقت توسع لمواد طبيعية مثل الأشجار، الخضار، النباتات، الخشب والمواد المعادة للتصنيع. لهون يا أصدقائي بتكون خلصت قصتنا لليوم. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكونوا تعرفتوا معنا على شغلات جديدة. رح أترككم في جولة بالبيت. لا تنسوا تعبروا لي عن محبتكم، تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، إذا في عندكم أفكار اقتراحات أو شغلات جديدة حابين نجربها مع بعض. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. إلى اللقاء يا أصدقائي.